ايه في وين اراضيك انت؟ ليش مو مبين؟ ديروا بالكم على الحيطان. مرحبا جانسون. هي انت لارا؟ امي قالت لنشوف شو القرار يلي اخذتوه، وانا قلت لشوف شو عملتي تغيير بغرفتك، بس مبين ما في اي تغيير. انا قلت انه ما بدي اعمل اي تغيير، يعني كتير مبسوطه هيك. على كل برادي الصالون رح يطلعوا حلوين كتير. البرادي؟ والخيار حلو. سينام خانم قررت تغير برادي الصالون؟ عن جد ما كنت متوقعة تصير كل هالكركبة هي. بتترتب يا روحي، المهم انت تتمتعي فيهن مو؟ بعدين الاغراض الجديدة امتى رح تجي؟ نحن عم نستنى الاغراض بكره، بس ترتيبهم بده شوية وقت. انت رح ترتبيهم؟ ايه. انا ماني عم صدق ابدا. انا ما نبهتك وقلت لك اوعك انك تقربي على برادي الصالون؟ لك بس فهميني كيف عم تفكري، كيف بتتجرأي تعملي هيك شيء؟ جانسون شو صار لك؟ شو عم تحكي؟ لك انا شو قلت لك من قبل؟ انا ما قلت لك اوعك تقربي على هدول البرادي، انت عم تعملي هيك بس لحتى تقهريني وتعملي مشكله بهذا البيت. جانسون انتبهي على كلامك. طيب حبيبتي نحن بدنا نروح هلا، وبس يجوا الاغراض بنرجع منشان نشوفهم. ماشي خبرك. يلا لارا تعي بنتي لازم نروح. انا ما قلت لك انه هدول البرادي انا والماما نقيناهم، قلت لك ولا لا؟ اذا بتريد رجاء وانتو كمان هلا اطلعوا. اي بس هدول لسه ما نقيناهم. عملكم رجاء. خلدون أنا أول مرة بقلك تعا عالبيت مو هيك؟ يعني أنا بوضع كتير صعب هلأ، وأنت لسه عم تقلي ما فيني إجي؟ سينا ما عم تفهمي، عم قلك عندي اجتماع، قولي لي شو صار بدل ما تقولي لي تعا فورا. بقلك البيت وضعه صعب، الأغراض القديمة والجديدة كل شي بقرنه وهيك ضلوا. ما فهمت. طبعا ما رح تفهم، لا أشرح لك أنا. ها شوف بنتك بتكرهني، عم تفهم؟ ما عم بقدر ابني معها اي صلة، ما عم بقدر اتفاهم معها، مالك شايف انه انا عن جد بحاجة لمساعدتك فورا؟ رجعتي اتخانقتي مع جانسو؟ سينا صدقيني ما عندي وقت لهيك شيء. ما عندك وقت؟ هيك لك ما عندك وقت لبنتك وبيتك ومرتك. طيب قلي خلدون انت لشو عندك وقت؟ اسلوبك مو عاجب البنوب، مسؤولية البيت عليك يا سينا، وانت اللي عندك مشكلة مع جانسو مو انا. مشاكل البيت انا ما فيني حلها، انت بدك تحليها. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.